هيدي الجمعة نزلنا على الشارع لنسأل العالم شو قولك؟ لا حل أزمة الكهرباء إلا بالخصخصة؟ نو يستلم القطاع الخاص طبعا القطاع العام بس يصير في رقابة أكتر ويصير في أنظمة حاكمة أكتر ليضيق هامش الفساد فيها. أنا منك مع الخصخصة عادة بس إذا بتجينا الكهرباء مع هلا ما بعرف أنا إنه منزحلة سو تكنيكلي وي هاف 24/7 الكهرباء أزبط بكتير لأنه على القليلة ساعتها حدا عن جد عم بيجرب يمشي الكهرباء بلبنان. I don't know if I am with or against لأنه it would be beneficial yes but would it be beneficial for everyone I don't think so. هلا من ناحية الخصخصة فيها تكون منيحة بس بدها تكون الإدارة تعودتها يعني الناس اللي بالإدارة كمان بيعرفوا يتعاملوا مع هذا الشيء وما يكون في فساد مثل بالكهرباء الدولة إنه بالقطاع العام. لا أنا ضد الخصخصة لأنه الكهرباء اليوم هي شيء من حقوق المواطن يعني فلازم تندار بطريقة أفضل بدل ما يكون في اشتراكات وعم ندفع لأصحاب المولدات ندفعهم للدولة والدولة يأمنوها للكهرباء بطريقة منظمة أكثر وتصير 24.